يعني انا في مثلا تمر معي هيك اشخاص يعني سيارهم حلوه طريفه، مثلا علاقه كلينتون مع هيلاري، كيف تعرفوا بالافوكا لما كان محامي، حبوا بعض، بنوا شيء يعني معين حتى وصلوا مثلا لرئاسه امريكا مثلا، بعدين صار خيانه ولوريسكي الى اخره، مش هذا الموضوع. او مثل محمد علي كلاي سيرته مثلا، بعدين هذا كيف المراره الشديده اللي عاشها لما تسحب منه جوائز ومشان رفضه مثلا الجيش الامريكي تبع حرب فيتنام مثلا. بحب قصة مثلا عبد الحليم حافظ، كان امنيته انه يكون يعني مغني كبير، بقى نصحه احد المشعوذين اتصور انه يذهب على احد الترع، هناك بمصر في ترعات يعني تبع مثل المياه اللي بتكون وسخة، قال ممكن الحظ تبعك ياتي عن طريق لحس الضفدع، وهذا اقتنع بهذا الامر، ذهب عبد الحليم حافظ ولحس تبع يعني الضفدع الظهر تبعه، من ذلك الوقت هو أصيب بالبهارسيا وهذا سبب وفاة عبد الحليم. شوف الناس قديش في حساسية، يعني الشباب اللي عندهم مشاريع اللي عندهم شغل، الأطفال كيف يحققوا أحلامهم، كيف يؤرخوا لوجودهم على هذا بالكرة الأرضية بهذا الزمن المؤقت اللي هو 60 70 سنة أو 40 أو 30، يعني كمشروع رسام أو مشروع موسيقي أو راقص أو سينمائي، هذا الزمن قصير جدا، كيف تثبت كيف تسجل للتاريخ انك كنت موجود بهذه المرحله او اثبت سمعه او شهره مثلا. بقى الاحلام هي انا بسميها الاحلام التالفه، الاحلام الضائعه، الاحلام القاتله. طبعا ما في شك انه بالحروب يؤثر على هذه الاحلام يعني بقساوه شديده. مثلا كودرا جراس الطبل الصفيح الحاز على جائزه نوبل للاداب مثلا، يقول في مقال نشر بدير شبيغل قبل وفاته طبعا، عم يؤرخ عن مرحلة الألمان الذين عاشوا بالحرب العالمية الثانية. نحن مش الألمان هو تبع نيتشه أو تبع الفنانين الظهر مثلا، في ناس كبار ظهروا هن روائيين وشعراء ورسامين، لكن بسبب الحرب أقفل عليهم، اندثروا، الآن هن غائبين، الحرب قاتلة. يعني أنا يعني ما بعرف إذا التاريخ قادم هل سيؤرخ تجربة سبهان آدم هو عند 2010 ولا سيكملها حتى 2020؟ يعني هذا الزمن أنا أعتبره نوع من الصحراء أو العدم الذي لا كان فيه يعني زراعة على الإطلاق ولا نبت، يعني مرحلة من الضياع والفراغ، يعني مش أنا لوحدي، الكل يعني. فنحن ندفع أثمان باهظة بهذا العماء الموجود بهذا التصحر.